فزي ما انتو عارفين انا اجنبيه وعايشه في الاردن من فتره، وعشاني اجنبيه كان بدي احكي لكم شكرا. شكرا ليش؟ انا كل يوم بفكر لحالي شو هزي قوي عشاني في الاردن. صراحه هلا مع كل اشي اللي عم بصير مع كورونا فيروس، ما في اي بلد تاني انا بدي اكون فيه مع امي ابوي واخوي. الله يحفظ الوطن وسيدنا والجيش والشرطة والممرضات والحكومة وكل حدا تاني اللي عم يحمينا. شكراً.